أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ينوي كل الخير لشعبه بتحقيق المزيد له، وأن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق تطلعات العاهل المفدى وتلبية احتياجات المواطنين. وأكد سموه أن الحكومة لا تفتأ عن توفير كل ما يهيئ للمواطن أفضل الخدمات الحكومية في المجالات المختلفة، ومنها التعليم والصحة والإسكان والخدمات، وأنها مستمرة في مواصلة عملية البناء والتطوير والتنمية رغم كافة التحديات لتحقيق رسالتها وهدفها وغايتها في خدمة جلالة الملك والمواطنين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس وزراء المقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلات المالكة الكريمة والفعاليات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأكاديمية وكبار المسؤولين. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس وزراء على أهمية الأمن والاستقرار لتهيئة الأجواء أمام المسيرة التنموية واستقطاب الاستثمارات، وتحرص على تحفيزها من خلال الاهتمام بالمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم من خلال العمل على زيادة التسهيلات وتبسيط الإجراءات. وفي هذا الإطار فقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ملاحظات النخب التجارية والاقتصادية حول الشأن الاستثماري، وأبدى سموه الاهتمام بها والحرص على تذليل أي عقبات تعتري العملية الاستثمارية. إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء العوائل التجارية ودورها في إثراء الحركة التجارية وتنشيطها، وأن مساهمة العوائل التجارية في النشاط الاقتصادي موضع تقدير وشكر من الحكومة لأنها تدعم توجهاتها نحو التنمية الاقتصادية، مستذكرا سموه ما قامت به هذه العوائل من دور كبير في المساهمة في بناء الصرح الاقتصادي الوطني. بعدها أبدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تشجيعه للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة لما تملكه المملكة من بنية تحتية ومقومات تشجع على الاستثمار في هذين المجالين.